اللي وقع هو ان اليوم هذه الدوره تترسخ واحد النصف ديال التسيير ديال العشوائيه ديال اللامسؤوليه. جينا لهنا للدوره على اساس باش نناقشوا المشاكل الحقيقيه ديال المدينه. الرئيس والاغلبيه ديالو المكتب ديالو كيهربوا من المشاكل ديال المدينه الحقيقيه وكيحطوا نقاط غير حقيقيه ما تتماشاش مع المشاكل اللي كتعيشها المدينه. حنا في كل مره تيدير نشره في البدايه ديال الدوره تيهضر فيها على مجموعه ديال الامور غير حقيقيه وما كايناش في الواقع. ملي كندخلوا حنا باش نطرحوا الاسئله في اطار النشره ما تيجاوبناش. تيستفز العمل ديال المعارضه، تيتم يعني تهريب النقاش لواحد الزاويه واحده اخرى، غير مقبول هذا الشيء. اليوم المدينه ديال ازمور مدينه تاريخيه ما كتستاهلش هذا الشيء، ربما راه الساكنه وانتم كنتوا حاضرين وشتوا كيفاش كندوزوا الدورات مع هاد الناس هاد. اللي تيدوي واللي تيعارض واللي تيناقش من داخل المؤسسات اليوم تيخصو يداروا به شكايات كيديه في المحاكم. ولا وليت انا شخصيا الا جيت ناقشت هنا بسبب داك الكرسي ديالي ملي تنعارض على الامور اللي ماشي هي هذيك تيخصو تهرب المشاكل من الجماعه ديال مدينه ازمور اللي هي النقاش السياسي وكيمشيو للمحاكم. وهذا غلط، هذا غلط. القضاء راه مستقل في البلاد وعارف فين كدير السياسه، السياسه كدير هنا ما كديرش المحاكم. وبالتالي هذا العبد الضعيف راه يقود المعارضه داخل المجلس في اطار المؤسسات. احترمونا، جاوبونا في اطار المؤسسات. واش ما قديتوش علينا هنا في البلديه مشيتوا بينا للمحاكم حشومه؟ هذه اساليب، هذه اساليب راه اللي تيديرها راكم تتعرفوا كيفاش كيكون تيامن وباش كيامن. الدوره ترفعات لاسباب لم يستطع الرئيس على تسييرها، يعني ما قدرش يسيرها، ما قدرش يجاوبنا. وانتم شفتوا ملي ترفعات راه مشاو يتبخروا، مشاو داروا البخور باش تبرد الاجواء ويرجعوا. عاد بالهم راه البخور غادي يفك لهم المجلس وغيفك لهم المشاكل العالقه في المدينه، راه ما بقاوش كيجاوبوا على المشاكل الحقيقيه اللي هي الساحه والكورنيش اللي واقف والمشاريع اللي واقفه والتنميه اللي واقفه والميزانيه اللي فيها عجز. اليوم راه الميزانيه اللي كاينه فيها عجز، راه ولاو تيحيدوا من المشاريع اللي حطينا في الميزانيه باش نصلحوا المدارس، ولاو تيحيدوا منا باش يحقوا العجز، باش يحيدوا ذاك العجز باش تستمر الميزانيه في الشطر الثاني ديالها. راه لا اشكال. واش البخور غيحل هذا الشيء؟ واش البخور غيحل المشاكل؟ عيب راك تمشتوش قدام عينيكم. ها المهزله، احنا شنو كنعيشوا في ازمو؟ اشنو تم تهريب النقاش الحقيقي ديال المدينه والحل ديال المشاكل الحقيقيه ديال المدينه للشعوذه والبخور والجاوي وحصلابات.